هولا طوس يا طوداس. اليوم غادي نديرو واحد الوجبة. غادي نديرو دجاج في الفران، وغادي غادي نرافقوه بكسكسو بواحد السريعه سميتو البولغور، وتفاية ديال الحمص والزبيب. هوي vamos a preparar pollo al horno y lo vamos a acompañar con una comida árabe que es couscous pero con el cereal de bulgur acompañado con garbanzo y pasas y cebolla caramelizada. Ahora quedáis conmigo para ver cómo lo hacemos. يلا دابا غادي نبداو باللي كيتعطل بزاف. غير بغيت نوريكم كيرو انسانياروس البولغور سون غرانو انتيرو دي تريغو. هذا راه البولغور راه يمكن بحال كي كتقولوا له اوزان، انا كنضم اوزان، اوزان المرمز. ها انتم ها هو كي داير، هو اللي حيت كيشدنا اليد. غادي نديرو هنا، درت واحد درت الماء ايمو بويستو ان اون كالديرو اغوا ايربير لي فاموها ميتير وميطاد دي سيبويا. غادي نديرو نص بصلة، وغادي نديرو الحمص. الحمص راه فزقتو البارح الكربانسو لو ايمو مخاضو اير. Lo hemos mojado ayer para que sea tierno en cocinar y se cocina rápido. باش يطيب غندير واحد شويه ديال القزبر باش يعطي البنه. وهنايا غادي نخليوه حتى يبدا كيفور، وغادي نديرو هنايا الكسكس ديالنا كسكوليرا. غادي كسكوليرا دابا البنات. غادي هنا عندنا كيلو ديال البولغور، ما غاديش نديرو كامل، حنا غادي نديرو جهد. غادي يجيو عندنا واحد الاصدقاء ياكلو، غادي ندير الجهد ديالنا اللي غيكون 4 5 د الناس. فامو ها كوخير لا كانتيداد بارا 4 5 بيرسونا. يو كريو كي دي 1 كيلو فويا ديخار اون بوكيتو، اي سي سوبرا بوي يا كيدا بارا فويا فير اسي. Le voy a echar un poco de aceite de oliva para que no se nos pega cuando así con la mano lo mezclamos un poquito. غادي نديرو له شويه الزيت البلديه، وغادي نحركو غير شويه باش يتجانس داك الزيت وما يلصق ليناش بور سي اكاسو. ودابا غادي نفزقوه بالماء ماشي طايبه، غير سخونه شويه. un poco caliente y lo dejamos reposar. فاش يفور لينا الماء يبدا كيطلق البخار. هذا غادي يكون شرب شويه ديال الماء، وغادي نديروه يتفور. cuando vemos que está hirviendo aquí el agua que pusimos antes vamos a poner el bulgur aquí para que coja vapor y se vaya cociendo. هاهما البنات، من بعد ما بدا كيخرج لينا البخار كوندو يا امبيسا سالير الفابور يا ستا يرفيندو هاكي. ها هو البولغور ديالنا راه فزك، شرب كاع داك الماء، رطب يا سي موخو تشوبو طودا لا ويتا. ميرا سي كيدا اسي، اسو اس اون لوخو ميخور كي الكسكس. هذا راه افضل من الكسكسو البيض. غادي نديرو هنا يتفور. انا عندي الكسكاس كبير، غادي نديرو كاع في مره. الا عندكم الكسكاس صغير ديروه في جوج مرات. يو تينغو لا كوسكوليرا غراندي لو فوي افير دي اونا بي، بيرو سي تينيس لا كوسكوليرا بيكينيا لو بوديس بونير ا ميتاد. بونيس لا ميتاد اي لوغو بونيس لا اوترا ميتاد. غادي نفورو كامل في مره. غادي نخليه يفور على خاطرته ياخد الوقت ديالو الكافي. لو بامون غادي خا كي ايفابوري ترانكيلامنت سين بريسا. راه يدي نقيين اي لافادو لاه مانو بور سوبويستو. يا اورا او كيرو انسينيار
هانتوما البنات para ganar tiempo aquí he cortado dos cebollas y media le puse aceite de oliva un poco de sal y lo estoy caramelizando esta es la que va a acompañar el garbanzo para el couscous قطعتنا جوج بصلات ونص باش نربح الوقت قطعتهم على طريقتي عشوائيه كبير هكا باش يجي معسل وهذه هي اللي غادي نعسل درتها في شويه زويته بلديه شويه ملحه انا كنعرقها دابا حتى تبدا كيدخلها الطياب ودابا باش نربحوا الوقت الدجاجه راني غسلتها البارح بالحامض والملحه مزيان تقطرات وشرملتها في المعدنوس ثومه الزيت البلديه والعطريه والحامض مصير ayer hemos aprovechado el tiempo hemos lavado bien el pollo con limón y sal muy bien por dentro por fuera lo hemos escurrido luego hemos hecho una lo condimentamos con perejil, cilantro, ajo, limón y especias, sal, pimienta, jengibre, curry, un poco de canela, vamos, las especias que ustedes quieren. Ahora lo vamos a echar aquí para que vaya cocinando. دابا غادي ندير راه خديت شويه ديال البصله من هنا من المعسله ودرتها هنايا عاد غادي نزيد غادي نديرو زويته بلديه انا راه ما كنديرش زيت البيضه الذوق ديالي كل واحد يطيب على طريقته وما كنوجهش الكلام ديالي للاحترافيه راه تبارك الله الكسكسو بالتفايه وبالخضره راه اش غادي نقول لكم كاينين دي بروفيسيونال y ahora vamos a coger un poquito el pollo por aquí lo voy a atar un poquito porque ayer lo limpié y le quité todo esto entonces no tengo Lo voy a atar aquí. Lo voy a atar y lo voy a meter aquí. صافي انا شديتو غادي نديرو في الطاجين يتعرق مزيان. Lo vamos a meter aquí en la olla para que vaya cociendo. Le voy a añadir un poco de jengibre, نزيد شويه سكينجبير من الفوق. سكينجبير راه كيتواتى بزاف مع الدجاج. Un poco de pimienta. Y un poco de curry. Solo un poquito. غادي نخليوه يتشحر مزيان فاش يتشحر لينا مزيان غادي نزيدو واحد البصله كبيره مقطعه هكا لان بغيت المريقه ديال من بعد فاش نحيد الدجاجه غادي نحتاج المريقه للكسكسو بويا ريبوتشارلو موي بيان y luego añadimos la cebolla cortada una grande cortadita así a trocito para tener después un caldo de pollo después que se cocine el pollo lo quitamos y se nos queda el caldo ودابا البنات احنا شحرنا مزيان الدجاجه من الفوق ومن تحت من الجوال رميت البصله وهنا غادي ندير الماء hemos repochado el pollo muy bien añadimos la cebolla cuando está le vamos a meter el caldo mira le vamos a poner el caldo para que se cocine muy bien y este caldo lo vamos a necesitar para el couscous ya está con esto se cocina porque se cocina rápido y aquí la cebolla le hemos hecho un poquito de caldo ahora vamos a echar las pasas hay que fijarse si no tienen huesito huesito no la raíz esta que como palito احنا نرميو الزبيب البنات سمحوا لي راه بعض المرات كنتلف واش نترجم بالعربيه ولا بالسبليونيه كنتلف غير سمحوا لي بويا فير غادي ندير غير معلقه ديال السكر البني حتى نشوف النسبه ديال معلقه وشويه حتى نشوف النسبه ديال هذا Eché una cuchara de azúcar moreno para que le da un poquito el dulzor y se caramelice rápido. Y ahora voy a echar un poco de canela. Y lo vamos a dejar hasta que se caramelice tranquilamente. Así.
lo dejamos así sin dar vueltas, sin nada, y ya está. Y creo que el bulgur nuestro ya está, mira, ya está cogiendo vapor todo. Ahora lo voy a sacar y ya vais viendo para que sepáis cómo se hace. أنا جبتو راه فار مزيان، لو اي ساكادو. اورا غادي نحطوه هنايا، جبتو من الكسكاس باش تشوفوه معايا مباشرة. كيعجبني انا هاد الكسكسو، غزال، ما كيدرش في المصران، ما كينفخ ما والو. وزعما الصراحة واحد الا ياكل الكسكسو ياكلو بالجرانو انتيرو. Ya lo hemos sacado, ahora lo voy a dejar reposar. Le he hecho un poquito de agua y un poquito de sal hasta que se enfríe todo y volvemos a meterlo por la segunda vez. Creo que con la segunda vez estará ya hecho porque ya está tierno, tierno. Digo que ya uno come cuscús, pues que lo come con grano entero es más saludable que el cuscús de trigo blanco. Mira, ya el garbancito ya está casi cocido, ¿eh? Se cocina rápido. غادي ندير دابا شويه ديال الماء غرشاشه لان ورا لين طاب. Lo vamos a añadir un poquito de agua y vamos a No, fría. Le vamos a echar así. Y lo voy a volver otra vez a la cuscurera. غادي نردو الكسكاس تفوره ثانيه، راه طاب البنات. ها التفوره الاولى راه طايب، غادي نزيد له وحده اخرى وبركه عليه. هانتوما هذا يا كاسي استو لو vamos a apagar porque ya prácticamente está hecho. A mí me gusta con un poco de caldo. هذا صافي غادي نزيد شويه نطفي عليه كيعجبني يبقى فيه شويه ديال المريقه. Y el pollo está cocinando. Ahí está. Y mientras ponemos esto. Vale. Mientras voy a echar aquí otra vez el marrachanía, خليه يفور على خاطرته، ما زربانيش عليه. وغادي ندير واحد بريريد اتاي ديالي ما يخطانيش، الدكيكه ديالي ديخي كي بويا فير مي تي كومو نو. وهانتوما معايا. ودابا البنات هذاك الحمص اللي فورنا فيه من الفوق البولغور غادي نديرو هنايا باش ياخد شويه باش يشرب مع ديك المريقه ديال الدجاج. يا اورا الغربانسيتو لو vamos a meter aquí y lo dejamos a fuego un poquito. Voy a coger todo el garbancito. Mira, está ya cocido sin olla, sin nada, se cocina rápido y lo vamos a dejar. Y ahora hice un poco de mantequilla con ketchup para untar el pollo y lo metemos al horno. Normalmente así mismo. Para que coja un poco de color dorado y la mantequilla lo va a... se va a dorar todo en باش يتحمر لينا في الفران. اي بطريقه عشوائيه راه طاب. غادي نديرو في الصوينيه يتحمر لينا من هنا، وديك الساعه نقلبو وندهنو عاوتاني بهادشي اللي بقى من الظهر. Lo meto en el horno, cuando se dora por aquí le doy la vuelta y le untamos la mantequilla que queda y lo doramos por la espalda.
اي يا سطا. ودابا غادي نديرو واحد الطابيطا بحال اونطري، واحد بتيت سالاد زوينه وصحيه وسهله وبسيطه. غادي نحتاجو ليها طوماطي، الماطيشه كوماتو، بما هاثير اون سالادا كومو انترانتي كي نيسيسيتامو طوماطي كوماتو، هذا واحد الماطيشه زوينه لا سالاد كتكون خضراء كوماتو. اواكاتي افوكا قطعتو على شرائح وغادي نعصر عليه الحامضه البنات لان كيكحل بسهوله. غادي نحتاجو الكيسو بورغوس اللي كيجي هنا، انا كنفضل هذا لان كيجي ساهل في التقطاع. غادي نحتاجو اسباراغوس كيسو بورغو اواكاتي، انا جبت هنايا شي وحدين. وغادي نحتاجو فلفل مشويه شرائح اللي عندكم، زيت البلديه اسيتي دي اوليفا، ايرباس بروفينسياله اي اون بوكيتو دي سال انسيما. يا اورا بامو ها ا بريزنتارلو. ما كاين ما سهل من هاد لا سالاد، هادي كناكلوها في لي ريستو فيغان و فيجيتاريان دائما كنطلبوها، كتجي بالفرماج زوينه وصحيه. غادي نزيد نقطع هاد بويا كورتاريس دي توماتيكو هنايا، هادي كنلوحها هي انا ما كتعجبنيش. دابا غادي نديرو رونديلات ديال الكيسو بورغوس كيجي فوق منها هكا. هادي غادي ندير خليها هكا، هادي راه زوينه هاد الصلاد. دائما حنا بعض المرات كنديروها في العشاء مع خبيز طوسطيها انت، ها الواحد كلا وكلا خفيفة وسهلة. وبلا ما يشخطن الواحد. بعدين دابا غادي نديرو فوق منها الأفوكا. سواء واحد ولا جوج سي با غراف. اليدين راه مغسولين. بونيموه لاواكاتي انسيما دي كادا. Hombre, si se puede cortar más fino, mejor. Pero yo lo corté así porque es muy... Voy a lavar la mano, perdón. O de abajo, en diro fliflet, me chui en foc menjo. Un poco de pimiento, así. Hada fliflet, me chui ya. Gzala. Me fija la... لا زيت لا والو، ما فيها لا ملحه لا والو. نديرو من هنا هذا دكلو غير شويه، وهذا غادي نديرو نوسي سي لو بومبو اسي. غادي نديرو من هنا هذا اسباراغوس، هذا الزيت اسباراغوس راه غني عن التعريف، عندنا حنا شويه غالي ولكن غزال مشبعوش منو. غادي ندير الزيت البلديه غادي ندير شويه ليزير بروفينسيال من الفوق
يا البنات على هاد لا سالاد غزاله، على هاد 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 الميلونج فاش كتاكلوه مع خبيز سخون راه استا انسالادا كون بانيتو كالينتيتو. فامو اي اسي من بعد غادي نهزو كل واحد في البلا ديالو، غادي يهز لا سالاد اللي يحتاج ويأكومبانيها مع لي كروكيت وهادي كوم اونطري. وهو الطبق ديالنا ديال لا سالاد واجد. ودابا غادي نقلي دوك لي كروكيت باش يمشيو حتى هما فلونطري. خص يكون الزيت سخونه وغير يتحشاو صافي نحيدوهم. انا درت غير ان بلان بتي بلا يا وربا موافري لا لا كروكيتا كاين كي ستار اسي كوندو سي دورين لا كيتامو. هاي لا ديخو دورار اون بوكيتو ما. ودابا البنات ها هي لونطري ديالنا، هادو طابيطات نبداو بهم الماكله، هادو دي كروكيت اللي قليت ديال الرز، وهادو سيجارات ديال الخضره، لا سالاد اللي درت طابيطه حتى هي، وهادو نفس لي كروكيت ولكن هادو بريوات معمرين بالدجاج الزيتون والخبز مقرمل في الفران. ومن بعد ناكلو الطبق الرئيسي اللي هو التفايه بالحمص والزبيب والدجاج محمر. Esta la entrada que pusimos, las croquetas de arroz con los rollitos de verdura, la ensaladita con aguacate y todo, y aquí las mismas croquetas, pero aquí los briwats rellenos de pollo, con aceituna marroquí, la negra y esta, pan calentito del horno, y luego tenemos como plato principal el couscous que es bulgur con pollo al horno.